الكلام اللي بتقوله ده صدق يا ولا؟ امال يعني انا اللي هألفه من دماغها ام سعد الفرخرة؟ يخرب بيتك، كل اخبارك كده عكنانه في عكنانه؟ مش انتوا اللي عايزين ياما؟ ما كناش نعرف انك زي غراب البين، كل خبر من اخبارك يخرب بيت بزيه. بس ايه رايك الشغل النهارده عالي قوي، ايه رايك بقى لازم تزودوا المعلومه؟ معلوم ايه يا ابن المجهوله؟ انا مش عارفه اللي جوه دي اخش اقول لها ايه. يا مصيبتي، مين يصدق يا ناس؟ بقى الحاج صالح الراجل الطاهر اللي ما بيسيبش فرد يعمل كده؟ مش عارفه اقول لك ايه، بس يمكن الواد مصرح يكون بيقول كده عشان ياخد فلوس والسلام. ما هو حتى لو ما قالش كده وحتى لو ما شافش حاجه كده كده هياخد. معاكي حق، قال كده واكلين وكده واكلين. اعمل ايه يا مستعد؟ اعمل ايه يا ناس؟ الراجل هيضيع من ايديا. وطي صوتك، اعملي معروف البت جوه تسمعنا واحنا مش ناقصين فضايح. سيبيه الباب مفتوح ليه؟ ها؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم سعد، مين دول؟ ده المأذون ومعاها الشهود يا حاج. مأذون ومعاها شهود؟ ليه، مين اللي هتجوز؟ أنا مالي، الحاجة هي اللي أمرتني. والحاجة فين؟ جوه في أوضتها. العروسة للعريس والجري للمتعيس. مبروك يا حاج. مبروك؟ مبروك على ايه؟ على جوازك. ايه؟ جوازي؟ احنا هنتجوز بعض تاني؟ ما احنا متجوزين. لا، هتتجوز تاني لليلادي. انا هتجوز تاني لليلادي؟ لا اكيد بتهزري. ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ لو بتحبيني حقيقي لازم توافق. زار حكايه جدا. اوافق على ايه يا سيدة؟ تتجوز اللي انا اخترتها لك. انت اكيد سخنة. لا مش سخنة، انت عايزاني اتجوز تاني سيدة؟ عايزاني انا اتجوز تاني؟ ما احنا ما عندناش حل تاني، ما احنا ما بنخلفش، وانا ممكن قوي يبقى العيب مني انا، فانا عايزك انت تتجوز وتخلف وتملالي البيت عيال. مين قالك بس ان انا عاوز عيال؟ انا عايزة يا صالح، انا عايزة يبقى لينا وريث. يعني تقدر تقولي بعد عمر طويل كده اللي عندنا ده كله هيروح فين؟ انا عايزه يبقى ليك انت وريث يشيل اسمك عشان خاطري. لو بتحبيني حقيقي زي ما بتقول لازم توافق. سيده، انا مش مصدق اللي انت عايزاه. مين العروسه بقى؟ هنية. بنت غلبانة ومن لحمنا ودمنا. دي قد بنتي يا سيدة. وماله يا حاج، هو الحلال ما فيهوش عيب. اللي انت عاوزاه ده يا سيدة جنون. اسمع يا حاج، ما اقولها لك، هي كلمة، لو ما اتجوزتش هنية الليلة دي قسما عظما ما انا بيتلك فيه. وكمان بتحلفي؟ بصراحة انا مش مصدق اللي انت عايزاه، ومش قادر افهم ليه عايزه تعملي كده. سيده، انت قد مشاكل الجواز ده. ما تخافش،
الهنية دي هتبقى مننا، هتبقى طوع ليا وليك، وبإذن الله لما تخلف ولادها هيبقوا ولادي ولادك يا صالح. تعال يا أم سعد، تعال تعال يا أم سعد. رأيي يا هنية، مالك واقفة كده ليه؟ أنا هاخد دلي في أسناني وهيك. تهكي؟ أنت يا بنت اللي خبطت في نافوخي؟ مش أنا اللي اتخبطت في نافوخي، مش أنا. أمال أنا؟ لا، قابلت الحاجة يا عيني عليها، في واحدة بعقلها تجوز جوزها وتجيب لي نفسها ضرة؟ قابلتك الحاجة دي توديك البحر وتجيبك عطشانة. أنا مش عايزة أروح البحر، وكمان مش عايزة أطلع عليلة الأصل، الناس تقول عليا إيه؟ دخلت بيتها خطفت جوزها؟ يا بنت ما حدش ضربها على ايدها. اهدي بس، انا هفطنك على كل حاجه. بقى قابلتك الحاجه دي يا بنتي منى عينها تريح الحاج، والحاج منى عينه انه يشوف له روحه خلفه، صح؟ صح. انت بقى عليكي تريحي الاثنين. ايه؟ اريح الاثنين ازاي؟ قربي. زواج مبارك ان شاء الله يا حاج. الله يبارك فيك. امال العريس فين؟ هو اتاخر ليه؟ العريس ما اتاخرش، العريس موجود قدامك. قدامي؟ قصدك ايه يا حاج؟ انا. انت يا حاج؟ في حاجه يا مولانا؟ ابدا، بس هي الحاجه هي اللي بعتت لي، وهي اللي اختارت لي العروسه. ما شاء الله ما شاء الله. مش هنبتدي بقى؟ ايوه هنبتدي، بس لازم موافقه العروسه الاول. يا ام السعد. نعمين يا حاج. اديهم خبر انهم جايين ياخدوا موافقه العروسه. من عيني. حاضر. نزلي الطرحه على وشك، ادخلي يا ام السعد. اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير. يسعد مساكم. موافقة يا عروسة على جوازك من الحاج صالح؟ ايوه موافقة. لا، لازم هي اللي تقول. من يوم اتقابلت الحاجة، قصدي من يوم تاني، موافقة. على بركة الله. مبروك يا هنية. مبروك يا حاج بالرفاق والبنين. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم حاج. وعليكم السلام. والله وبضت لك في القفص يا هنية، عقبالك يا أم السعد. ايه مالك يا بنت قاعده كده ليه؟ انا خايف، لكن مكسوفه. ليكي حق تنكسفي، بس مش بالشكل ده. المهم انا عايزك تسمعيني كويس. الحاج بقى جوزك لكن مش عايزاكي تاخدي عليه. معقوله انا اخد عليه؟ انا مش اخد عليه خالص. هي العين تعلى على الحاجب، لكن هتني زي ماني. وهقول له يا بالحاج. في واحده تقول لجوزها يا بالحاج؟ لا ما يصحش. اقول له يا خالي الحاج. تقولي له يا حاج وبس، واياكي في يوم اسمعك بتقولي له يا صالح حاف. حاف؟ حفيت قدامي واتقطع لساني اذا كنت اقولها. واي حاجه تحصل بينك وبينه تيجي تقوليها لي، مفهوم؟ اي حاجه اللي تشوفيها قبلتي.